عزيزي المشاهد، السلام عليكم، كيفك؟ ان شاء الله كويس، وان شاء الله ما جاتك دانه في نص قبضتك، ان شاء الله بيتكم كويس وما تهبش. مع انه والله الفيمينيستات دي قالوا لكم بيوتنا ما عمل، لكن كلام الملح ده ما بيسمع. يوم السبت الوطا اصبحت والضرب دور والدانات دورت والبنات ذاتهم جروا، سبحان الله، من فجر الاسلام للان هي جاريه. احسن حاجه في الحرب حرمتنا شوفت المسلسلات السودانيه اللي كانت شغاله في رمضان دي، الشغله كتمت والدول بدات تقفل حدود افريقيا الوسطى والصومال. ما لي دقيقه يا اخوانا، هو جايكم منه؟ لكن بيني وبينكم حزينه من دول الجوار، والله انا جوازي ده لف لف يا اخوانا، ووصل وابا يخش اي حته تقول انا شافوه خلوه. والله يا اخي مرقنا من الخرطوم لانه وصلنا مرحله الخدمات الوحيده شغاله زي الناس خدمات الشمس. مرقنا كده ده من ام درمان يا اخواننا، عباره عن صاج كبير سخن سخن هجيره قلايه قلي جد، الضل ذاته حار يا اخي، ورده عباد الشمس ذاتها الحدد. الشمس بخرت النيل مرتين ونزلته مطره، قاعد يقولوا شماليه جنه لكن ما ظنيت الجنه مسخنه كده. بالنسبه للوضع الصحي في الخرطوم ما في جمله ابلغ لوصفه من وزاره الصحه، احا لما جاب بلغم عديل بتاع الصيدليه لما تقول له فيها انسولين بيقول لك زي الغبيه ما معانا. اخواننا جد ممكن تلقى مقعد في سفينه نوح ما تلقى انسولين. شهر قافل قاعدين قدام التلفزيون وما في خبر اكيد غير انه مراسلات العربيه احلى من مراسلات الجزيره. زولي ده قدروا ما يقولوا ما تطلع ماما تزود مركب في النجم ولا هنا. العزبه بالثلاجات والذهب والمكيفات الدخلات بقت المتزوجون. الناس دي الغنوا حساباتهم اتضخمت التوج جنيههم بالع بنجمه. هاجرت تمركت كده لما وصلت لا زمان ولا مكان ذاته، سهول حدادي مدادي والسماء مليانه سحاب زي خلفيه الويندوز اكس بي. تقول لي يا عز كيف عرفت ده لا مكان؟ اقول لك شبكه تقريبا هنا ما في. النسويات محتفلين بانهم شربوا سيجاره في شندي معقل الابجيقيه، ما عارفين انه الناس في شندي قال انهم رجال لانهم ما بيتفرزوا. وبرضه قالوا انه الحرب سبب الذكور، ولو كانت الدنيا حاكمه الاناث ما كان اصلا حصلت حرب وما كان حصلت حاجه زي دي، وانه الذكور هو رمز الدمار والكلام ده كله. كم تغريدة من تحت السرير كده لأنه الدانات والحياة كانت مدورة. وعموما غايته ردنا على الموضوع ده بأرجع المطبخ معاه 3-4 موجات ضحك بس، لأنه الشبكة اللي هي كعبة. شفت يا أخواني لما تكون ممتحن مادة ويقول لك باقي 10 دقائق وانت حسبت صح وغلط الشفيتها وحلت لك سؤالين غلط ولقيت روحك ما ناجح بفريق قريب 40 درجة، وفي مازال بس دار تحلها اشتباكية منك ساكت عشان ترضي غرورك ولا كبريائك ولا شنو عارف، وتحلها وتجيب التيار 2000 × 10.6 أمبير لما القلم ذات يدقك ماس، وانت عارف انه الجواب بوين واحد ولا حاجه زي دي وما قدرت تجيبه. يلا شفت الجواب اللي انت قاعد تخرمج وتسلم وقوه عين ضر بس، النازل كله نهايه رمضان في العشر الاواخر قاعد يعملوا كده. يعني مثلا ماذا تسمي مزرعه الجزر؟ اروح يا زول باقي 10 دقائق ضع القلم ضع القلم ضع القلم، بيكتبوا مجزره وبيسال يا اخواننا ده كلام شنو ده؟ والله العظيم نحن غايته قرفنا رمضان ذاته بقينا نخاف منه. غايته اخواننا ربنا يصلح الحال، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يردنا سالمين ان شاء الله لأوطاننا ويأمننا في بيوتنا ويراقبنا بعينه التي لا تنام. السلام عليكم.